أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل يصلي السنة الراتبة للعشاء قبل النوم قرابة العاشرة والنصف ليلا. رجل يصلي السنة الراتبة للعشاء قبل النوم قرابة العاشرة والنصف ليلا. نعم. وقد أنكر عليه رجل وقال: لا بد أن تكون راتبة العشاء بعدها، أي متى تذهب للبيت وأنت تصليها، أي مذ أو منذ تذهب للبيت تصليها، فما صحة قوله؟ يعني المبادرة طيبة، أما أنه ما يصح ولا يجوز، لا يصح ويجوز ما دام الوقت باقيا، ما دام وقت الفريضة باقيا فإنها تصح الراتبة البعدية في الوقت، لكن الأولى المبادرة بها لئلا ينساها أو ينشغل عنها، الأولى المبادرة وأن تكون بعد الفريضة مباشرة. هذا فيه مبادرة إلى الطاعة، وفيه أيضا خشية النسيان أو خشية الانشغال عنها، لا شك أن المبادرة بها أولى. أما أن يقال أنها لا تصح إذا أخرت، لا، ما دامت في الوقت فهي تصح. نعم.